كلنا في 2001 في هجمات 11 سبتمبر كانت لسه الهجمات شغالة، ما كملتش نص ساعة، وأمريكا طلعت قالت بن لادن والقاعدة هم اللي عملوا الموضوع ده، ولا بصوا على القمر الصناعي، ولا بصوا على الصندوق الأسود، ولا لقيينه، ولا جابوا شهود، ولا جابوا كاميرات وتصوير من المطار. هو بعد نص ساعة بن لادن، وبن لادن ابتدى يلبس الدور ويقول أنا اللي عملت وأنا اللي سويت. طيب، هل أنت متوقع إن في واحد في خيمة، واحد سعودي في خيمة قاعد في أفغانستان بيتعاون مع الأمريكان، والأمريكان دربوه في حربه ضد بين القاعدة وبين الاتحاد السوفيتي، إن هو يعادي أمريكا اللي هم دربوه وادوله سلاح وادوله معلومات ووقعوا مع بعض الاتحاد السوفيتي والحرب الشهيرة دي؟ طب يا سيدي، بعد 11 واحد سعودي، طلاب سعوديين في أمريكا، بعتهم في الطيارات دي، هل الطيارة فيها 300 راكب، الشخص ده من غير سلاح هيعدي 300 راكب ويقتل المضيفات ويخش كابينة الطيارة المؤمنة جدا ويقتل 2 طيارين، وبعد كده يسوق الطيارة اللي هو ما سقهاش أصلا في حياته، فيروح بقى بالخريطة لبرج التجارة العالمي يوقعه؟ ليه يعني؟ سوبرمان يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ولو حصلت في طيارة تحصل في التانية والتالتة والرابعة؟ فأنا بقول بوجهة نظري، أنا لما فكرت في الموضوع، لأن أنا كنت مصدق، لا بعد فترة لما عرفنا إزاي الإخوان والجماعات الإرهابية ولائهم لأمريكا وإسرائيل، لا الاتنين دول كانوا حبايب في الحرب اللي كانت في أفغانستان بين القاعدة وبين السوفييت، وساعدوا بن لادن. فلما يقولوا له بالتليفون عيش الدور اللي أنت اللي عملت كده ووهم الناس، ماشي تمام، فالجزيرة تروح تعمل 30 40 فيديو معاه، فالعالم كله يفتكر ان المسلمين والقاعده اللي عملت كده. فامريكا طبعا عشان مكسوفه من المجتمع الدولي تضرب بقى العراق وتضرب افغانستان، يقتلوا نص مليون افغانستاني اطفال ونساء، يقتلوا 1 مليون عراقي اطفال ونساء وشيوخ، ويقعدوا هناك 15 سنه ويرجعوا تاني عشان يحفظوا كرامتهم ويحفظوا ماء الوجه زي ما بنقول يعني. طيب مين اللي عمل كده؟ انا من وجهه نظري ان مجموعة من الطيارين الأمريكان المدنيين اللي هم اللي كانوا بيسوقوا الطيارات دي اتفقوا وعملوا الموضوع ده. لو طيار من كل طيارة يقدر يتهجم على الطيار التاني والكابينة مقفولة ويعمل اللي هو عايزه. هتقول لي والله الأمريكان ما عندهمش العنف ده. لا يا حبيبي، ارجع كده لهجوم المجموعات الأمريكية على الكونجرس، ودخلوا بالسلاح وضربوا الشرطة واحتلوا الكونجرس. ارجع كده لما بيخشوا المحلات وبيكسروا، ارجع كده لما كان ايام ترامب المؤيدين بتوعه ماسكين الرشاشات ومدافع وماشيين في الشوارع ومحدش عارف يكلمهم ولا الشرطه عارفه تكلمهم. فانا من وجهه نظري والله اعلم ان الطيارين الامريكان المدنيين مجموعه 5 6 ولا حاجه اتفقوا وعملوا الموضوع ده لهدف سياسي عندهم، جايز هم تبع الجمهوريين، او في ناس جوه امريكا عايزه امريكا تنقسم اساسا، في بلاوي يعني. فانا شايف ان الطيارين الامريكان هم اللي عملوا كده، ومش لصالح اي دوله تانية، وامريكا طلعت غلها في العالم العربي، في افغانستان، في العالم الاسلامي يعني، في افغانستان والعراق، عشان تحفظ ماء الوجه والعالم كله يحترمها، والجيوش التانية زي الصين وروسيا يخافوها، يخافوا منها. بس فكروا في الموضوع ده وقولوا لي في التعليقات ايه رأيكم. بس خلينا يعني نفكر بره الصندوق شوية، مش كل حاجة تتقال لنا نصدقها. اتنين كانوا حبايب امبارح فبيكملوا الفيلم سوا، لكن الاصل الطيارين الامريكان هم اللي فجروا 11 سبتمبر. شكرا والى اللقاء.